أثابكم الله. يقول السائل: إنسان تاجر في السجائر وأمور مسروقة، وفي ماله شيء قليل من المال الحلال، ثم ترك هذا البيع المحرم واشترى محلا يتاجر فيه. السؤال: هل ما يكسبه من هذا المحل بعد أن ترك بيع الأمور المحرمة حلال أم لا؟ أفيدونا وبارك الله فيكم. الحمد لله الذي من عليه بالتوبة وترك الحرام، لكن عليه أنه يحصي المال الحرام إن كان يعرف مقداره، أو يقدره باجتهاده ويتصدق به. يحصي المال الحرام أو يقدره باجتهاده ويتصدق به ويتخلص منه. نعم.